وصلنا مشاهدينا فقرة ضيف، ومعنا الدكتور عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني للحديث عن ارتفاع الأسعار في المغرب. مرحبا بك دكتور روماني. مرحبا سي عبد الله وكل مشاهدي الكرام لقناة ديانتي. أبدأ معك بإعلان الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك عن تراجعها عن زيادة 20% من أثمنة خدماتها، لماذا هذا التراجع؟ ما أسبابه؟ هو إعلان هام على أي حال الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط ولا جمعيات متواجدة تحت لواءها بحل الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك كانوا قرروا في إطار هذه الزيادة ديال المحروقات اللي هي كبيرة وكبيرة جدا وعالمية ماشي فقط محلية أو وطنية، فكانوا قرروا باش يرفعوا أسعار خدمات النقل ديال البضائع واحد نسبة ديال 20%. ما معنى 20%؟ معنى أن أي سلعة من طبيعة الحال كتوصل لواحد المحل ولا واحد المغازان ولا واحد كذا غيترفع ثمنها، ومعنى أي مواطن يبغي يشري هذه السلعة غيلقاها بثمن أحيانا طبعا نزيد نقلوب اللي راه الأسعار مرتفعة وتزيد ترتفع أسعار الخدمات بشكل كبير. لكن الحكومة تداركت الموقف وتدخلت ومن طبيعة الحال قامت بالدور ديالها الضروري، ولهذا من ضمن اختصاصاتها ومهامها، وفعلا فعلت خيرا أن تراجعت الجمعية الوطنية للنقل متعدد الوساطات على هذا القرار اللي كان غيكون عنده تأثيرات كبيرة على سيئة جدا القدرة الشرائية للمواطنين بالدرجة الأولى. طبعا هو الإشكال هو موجود في القدرة الشرائية، هو موجود في الغلاء ديال الأسعار الذي أصبح عاما وعاما على المستوى الدولي، لأن لما نتكلموا على ارتفاع الأسعار ما ننسوش بأن الولايات المتحدة راه ب 4% المؤشر ديالها باش ارتفع، أوروبا ب 3%، المغرب 2%، يعني بالمؤشرات الحالية المتوفرة أسعار المحروقات هي دائما في ارتفاع وهي غير مسبوقة الآن في المغرب باعتبار الأرقام اللي وصلنا لها الآن لا ديال البنزين ولا ديال المازوت ولا غير ذلك. فإذا ارتفاع غادي واحد شكل كبير، وهذا الارتفاع كله عنده ظلال كينعكس فيها، كل ما قلت ارتفاع ديال المحروقات كل ما زاد ارتفاع ديال الخدمات كل ما زاد. ولكن بالنسبة لأي حكومة إلا وغيكون عندها مخطط أساسي، أولا التموين، لأن الصعوبة فين كتكون في السوق؟ كتكون لما ما تكونش السلع متوفرة. السلع لما ما تكونش متوفرة كيولي أي مواطن يقول لك أنا بغيتها باش ما كانت في الثمن ديالها. الحمد لله هذا الجانب تلافيه المغرب ديال التموين، أن السلع متوفرة في السوق هي التي يتم استيرادها، هي الداخلية هي التي يتم نقلها من منطقة إلى أخرى باش كتوصل المناطق للسوق الداخلية وبعد ذلك يتم توزيعها. إذا هذا الجانب هام جدا بأنه يكون التموين موجود. ثاني المواد الأساسية ما نسوهاش السي عبد الله، ملي كنتكلموا على البطان ونتكلموا على السكر هادو ما خصهمش يتمس الثمن ديالهم، خصهم يكون أساسي. الجانب الآخر هو مواجهة المضاربات والمزايدات والاحتكار وكذا، هذا هام بالنسبة للحكومة. إلا احنا مشينا هكذا كنكونوا نوازنوا، نعم هناك صعوبات في السوق المحلية، هناك صعوبات في الأثمنة أيا كانت، هناك أثمان مرتفعة على المستوى الدولي خاصة المواد الأولية، هناك مضاربات واحتكارات وتسابق وانتعاش في السوق الدولية. أضف إلى ذلك دكتور روماني المؤشرات يعني غير المطمئنة فيما يتعلق بالموسم الفلاحي الحالي. الواقع يقول، كنت تتحدث عن ذلك، أسعار المعيشة في ارتفاع وربما سترتفع أكثر، أثمان الأعلاف مرتفعة الآن وأدت إلى تخلي الكسابة عن مواشيهم بأثمان زهيدة، نفس الزيادة كنا نتحدث عن المحروقات، الخدمات أيضا في ارتفاع، بلسان المواطن ما العمل؟ بلسان المواطن مزيان أنك وقفتيني، وإلا كنت غنمشي في الاتجاه الدولي الاقتصادي والمواطن ما يحش بهذا الشيء اللي كتقول، لأنه هو الأساس باش نكونوا واضحين. الأعلاف وصلت لواحد الثمن لابد من تدخل الحكومة، وأنا أعرف أن الحكومة ستتدخل، أنا أعرف أن الحكومة ستعالج ما يجب معالجته، أنا هذا دورها. النخالة وصلت السي عبد الله 3 دراهم و30، ثمن غالي
باهي 3 دراهم و 30 66 ريال كما كيقولوا الناس ديال الباديه. الشمندر 4 دراهم، العلف العلف المركب هذاك اللي كيقولوا له السيكاليم حتى هو 4 دراهم، قرب 4 دراهم، هو في الحقيقه 76 75 ريال كما كان نسموه بالثمن. الرويزه 4 دراهم، الدرا 4 دراهم، الفصه بالباله وصلت 65 درهم، يعني 1300 ريال. صعيب شويه على المواطن اللي عنده الكسيبه وحلات له في راسه، الا بغى يبيعها غتحل في راس داك اللي غيشريها من غير داك بائع اللحوم ولا غير ذلك. فاذا هنا لابد من تدخل موازي بالنسبه لهذه المواد، بالنسبه لهذا الجانب هذا اولا، بالنسبه للفلاحي الثاني اساسا. حنا عندنا الجفاف على الابواب كما قلتي، طبعا الجفاف ماشي فقط في الزراعه والفلاحه وفي الاشجار المثمره وفي الكسيبه وكذا، ايضا في الماء الصالح للشرب يجب توفيره للمواطن، خاصه في المناطق اللي كيكون فيها صعب ايجاد توفير المياه الصالحه للشرب او اللي كيعاني المواطن. اضف الى ذلك دكتور رماني، اضف الى ذلك شهر رمضان ايضا على الابواب، والجفاف كما قلت يبدو امرا واقعا، هنا يعني الحكومه ايضا يجب ان تتدخل، ما الذي قررته لتخفيف الاثار المترتبه ايضا عن كل هذا؟ صحيح، باش ما نقولوش ما نايضاش ما نايضاش، باش ما نقولوش الجمل الا ثقلتي عليه ما غينوش، لا، نعم رمضان على الابواب. دور الحكومه الان السوق تكون متوفره فيها تموين ديال المواد الاساسيه والمواد الغذائيه والمواد، هذا مزيان وهذا انا متاكد منه ومطمئن منه بانه غيكون متوفر في الاسواق، ولكن متوفر وبثمن الاسعار فيها سعار فيها ملتهبه، لا صعيب. ايضا المواطن كيشوف السعه وما يقدرش يمسها، اذا لابد من التدخل من اجل ضمان اولا كما قلت ضرب على ايادي المحتكرين والمزيدين اللي كيكونوا في الاسواق والمتلاعبين والخساسين وكذا، هذا مهم وهذا دور خصو يدوبل ثلاثه المرات على الدور الحالي اللي كاين. ثاني ايضا قلنا توفير التموين، ثاني ايضا كذا، ثالث ثاني الضرب على ايادي هاد الناس اللي كيتلاعبوا الاسعار، ثالث هو يعني التدخل في الدعم اللي يمكن يكون، وبالتالي كاين واحد الجوانب يمكن تدخل فيهم الدوله، مثلا بالنسبه للتعليق بعد يعني الضرائب ولا الجمارك بعد الاسعار اللي كتكون، لان بالنسبه للقمح الطري مني كتوردو الا انت علقتي ديك الرسوم الجمركيه فانت كتخفف عليه وكتقول متوفر. ثالث الشركات اللي كتوزع هاد الاعلاف هي مستافده من الدعم، يجب ايضا باش التعاون، يعني هنا كنقولوا الاسلوب اللي كان نادى به جلاله الملك اللي هو اسلوب المواطنه، المقاوله المواطنه، ماشي نستافدوا من هنا ونستافدوا من هنا ونستافدوا من هنا وما نقوموا بالتدور، هذا شيء صعب، خاصه هاد الشركات والمؤسسات الكبرى اللي مطاحين وغير ذلك. فاذا لا كنا تحدثنا عن ارتفاع، كان هناك حديث في وسائل التواصل عن ارتفاع اسعار الخبز ونحن نتحدث عن دعم المواد الاساسيه، سؤال بسيط كم يكلف سعر الخبز؟ لا يعني سعر الخبز في المراحل، لان هناك سلسله الانتاج، سلسله الانتاج ما غتبداها من الاستيراد. القمح الطري نحن مقبلين السي عبد الله على ازمه، انت عاد كنتي كتكلم عليها دابا في اطار الاخباري ديالك، كنتي كتكلم على الأزمة التصعيد الكوروني الروسي الاوكراني عفوا الروسي وهو كوروني ايضا، يعني انا ما بين اوكرانيا وكوروني كنت ساتحدث عن هذه النقطه خلال الاخير، نعم لانه ولكن نكون واضحين في اوقات الازمه فعلا انا فقط اتحدث عن مساله انه في اوقات الازمه تعرف هو يقل الانفاق، بعد الازمه وانفراج يرتفع الانفاق، لذلك اسال عن الاسعار بالتحديد الان. الاسعار الان متحكم فيها ديال المواد الاساسيه لا زال الان، ولكن المواد الاساسيه، ولكن المواد الجانبيه سواء كانت تكميليه او اساسيه بالنسبه لبعض الافراد، لان لما كنقولوا اساسيه كنتكلموا على مني كنتكلموا على الخبز او البيطان او السكر او هادو كنقولوا اساسيين على المستوى الوطني. صحيح. ولكن هناك صحيح. مواد اساسيه، راه ملي كنتكلموا على الدواء راه اساسي بالنسبه لبعض الافراد، لما كنتكلموا على الحليب اساسي بالنسبه لبعض الافراد، لما كنتكلموا اذا هناك مواد اساسيه لبعض الاسر، اساسيه اما لظروف صحيه او لظروف اجتماعيه، ولذلك لا يمكن ان نحدد الاساسي فيما تم اقراره على انه اساسي على المستوى الوطني، لما كنتكلموا على الدقيق ولا على كذا، لا هناك مواد اساسيه لبعض الاسر
وكتصبح الثمن ديالها غالي، ما بلا ما نتكلم على الدواء ولكن صحيح. كتكلم على مواد غذائيه اساسيه ايضا صحيح. اخرى. هادو لما كيرتفع الثمن ديالهم فلهم من طبيعه الحال كيرخيو بدلالهم على القدره الشرائيه اللي خصنا نتحكموا فيها. من طبيعه الحال كنتكلم على الحكومه وخصها تتحكم في التقلبات ديال الاسعار، وخصها تدخل لدى الفلاح ايا كان نعم. سواء كان منتج او مستهلك فهو من طبيعه الحال ظروفه الان. استثمر فقط الوقت المتبقي، ونحن نتحدث عن المستوى الخارجي، التصعيد الروسي الاوكراني له تاثيراته العالميه، وعندما نتحدث عن صراع احد اطرافه روسيا طبعا نتحدث عن الغاز وتدخل الولايات المتحده والناتو، كل المؤشرات تقول ان الازمه ربما قد تتعقد اكثر ان لم يتم التوصل الى حل سياسي. كيف يؤثر كل هذا على منظومه الاسعار الدوليه، اسعار التبادلات التجاريه صحيح. وخاصه اننا لم نتعافى بعد من تداعيات كورونا؟ انت بين المطرقه والسندان، لانك وانت تخرج تحاول لا تخرج تحاول الخروج والتحكم في الازمه الصحيه تجد امامك ازمه سياسيه دوليه. عندنا علاقات قوية مع أوكرانيا، عندنا علاقات اجتماعية بحكم طلبتنا اللي تكلمت عليهم الآن كيوصلوا، عندنا علاقات القمح الطري الذي نستورده لأن عنده جودة، إلى قرناه بديال فرنسا، فرنسا غالي وقل الجودة دياله، والآن فرنسا عندها أزمة جفاف. أوكرانيا هي الملجأ القوي، نعم هناك أمريكا وهناك أمريكا التي، ولكن أوكرانيا هي الملجأ اللي كان بين يدينا وكان وعندنا معهم تعاملات وتخفيضات ضريبية وغير ذلك. إذن هل الأزمة الأولى ديال القمح الطري، الأزمة الثانية ديال الغاز على المستوى الدولي، هذا الشيء علاش العالم الآن هيج في إطار المباحثات يعني الدبلوماسية والضغوط التي تمارس على روسيا. نعم هناك تأثيرات، يا رب يلطف ويخلي نعم. الحدود هنا نتواجهوا مع الجفاف ديالنا باللي قدرنا الله في إطار المسؤولية، في إطار المواطنة، في إطار مسؤولية الحكومة أيضا، ولكن أشكرك. لما نعم. كتجي مشاكل أقوى من طاقتنا فهذا كيكون صعب، خاصة هادشي اللي وقع على المستوى الدولي. أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد العزيز الرماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، كنت ضيفنا هذه الليلة.